يا صباح الخير على كل مشاهدينا اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية، وكمان كل اللي بيشوفونا على شاشة قناة آن. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. بتمنى لحضراتكم النهاردة إن شاء الله أجازة سعيدة. بما أننا النهاردة 13 نوفمبر، يعني تقريبا السنة بتخلص، ودايما في نهاية السنة بيكون في عطلات وإجازات كتير، ويمكن ده اللي شجعني أني أبدأ كلامي مع حضراتكم بدعوة لمعرفة واستكشاف مصر. مصر اللي ربنا خصها بأماكن ومقاصد سياحية مختلفة ومتنوعة. النهاردة حبيت أتكلم معاكم تحديداً عن مصر السياحية، اللي أنواع السياحة فيها الحقيقة متعددة، زي السياحة الثقافية، العلاجية، البيئية، الرياضية، الترفيهية ودينية وغيرها. معظمنا للأسف ما يعرفش أو ما زارش غير 3-4 محافظات، وبنحاولش حتى أن احنا نتعرف على محافظات تانية. فكرة السياحة الداخلية ما اعتقدش انها مقتصره بس على العائد المادي، ولا هي مجرد رحله ترفيهيه وتسليه بس اطلاقا. دي ابحار في تاريخ وجغرافيه بلدك، توطيد وتقويه العلاقه بينك وبينها. المكان مش مجرد مساحه من الارض جامده، المكان بيتكلم وبيحكي لك حكايته، ومع كل مكان وحكايه من حكايه في كل مكان في مصر هتلاقي علاقتك وارتباطك وانتمائك وفخرك بيها وبمصريتك زاد من غير ما تحس. وانطلاقا من النقطة دي ومن هنا من صباح الخير يا مصر، حبينا ان احنا نطلق مبادرة او مبادرة اعرف بلدك لتشجيع السياحة الداخلية. كمان كاميرا صباح الخير يا مصر راحت سيوة، وهيكون معانا النهاردة جزء مخصص عن سيوة ومن سيوة. حقيقي مصر اجمل بكتير مما نتصور. واخيرا اتمنى ان احنا كلنا نتفاعل مع المبادره دي، وتشاركونا كمان من خلال تعليقاتكم بالاماكن اللي زرتوها او حابين تزوروها جوه مصر. صباح الخير والتفاؤل على حضراتكم، وصباح الخير يا مصر.